السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بحضراتكم في كورس الصيانة الإلكترونية، المحاضرة السادسة. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن بعض العيوب في المذر بورد. العيوب دي مهمة جدا بعد ما شرحنا المرة اللي فاتت دايرة الرامات. بعد كده إن شاء الله هنحاول نعمل فيديو كده بنعرف من خلاله إزاي نشيل المكثفات، لأن الموضوع ده يعني في ناس لما بتيجي تشيل المكثفات للأسف بتبوظ البورد، وكمان ازاي نشيل بعض الايسيهات، ولو ان البورده مثلا سي فيها لاين محروق ولا بتاع ازاي نوصل اللاين دوت. يعني بعض الامور ان شاء الله هنناقشها في الفيديو اللي جاي، مش الفيديو دوت، هيبقى طبعا يعني صوت وصوره. النهارده احنا هنتكلم عن دايره مهمه جدا اسمها اس تي ار. الدايره ديت عشان اتكلم عنها فانا جايب البورده دي، حقيقه البورده دي جيجا بايت ممتازه جدا، بس هي كانت طبعا بنتيوم 3، وهي طبعا الدايره دي موجوده دلوقتي في معظم البورد. انت عارف طبعا بتلاقي في بعض البورد او في معظم البورد بيبقى فيه ليد بينور، لمبه صغيره جدا بتنور مجرد ان انت بتحط الجاك او الكونكتور بتاع الباور سبلاي هنا في البورده، وحاطط كابل الباور ومن غير ما تفتح حتى الباور، يعني من غير ما تيجي تفتح الباور من الزرار او من، طبعا زي ما اتفقنا اللي احنا بنجرب البورده يعني خارج الكيس، فالمفروض اللي هنا فيه بنتين مكتوب عليهم باور سبلاي سويتش، بتروح تلمسهم كده بمفك صغير ولا جفت، يعمل معاك ايه البورده تفتح باور، وتبص تلاقي ان المروحه دي لفت. انا ما بتكلمش على الداتا خالص، يعني دلوقتي ماليش دعوه البورده طلعت صوره ولا ما طلعتش صوره، انا بتكلم على باور. اتفقنا؟ قبل ما اتكلم عن الدايره اللي هي اسمها الاس تي ار ديت، فدايره الباور او يعني اللي احنا مجازاتا هنقول اللي فيه، ما فيش دايره باور اساسا في المذر بورد، لا ده كل الدوائر ممكن تخلي الباور يقطع. فاهم قصدي؟ يعني كل الدوائر بتاعت المذر بورد، ان كانت دايره البروسيسور اللي هنتكلم فيها في يوم ان شاء الله، او دايره الرامات اللي احنا اتكلمنا فيها، او اي حاجه، او الساوث بريدج، ايوه دي الساوث بريدج صح، او النورث بريدج، او اي اي سي من الايسيهات اللي هنا ديت، فاهمني؟ ممكن تخلي، او طبعا زي ما اتفقنا الايه البطاريه والجامبر بتاع البطاريه والكريستاله، القصه دي كلها ممكن تخلي او اي حاجه مفرقعه طبعا على المذر بورد، او اي حاجه ملمسه في الاي جي بي او بي سي اي، كل ده ممكن يقطع باور عن المذر بورد. اتفقنا؟ فبالتالي مش هنقول ان في دايره اسمها دايره باور او في مشكله في مكان معين في الباور، لا، دايره الباور دي ماشيه معانا طول الكورس. اما دايره الاس تي ار اللي هي موضوع اللمبه دوت اللي بينور الليد، كلمه ليد يعني لايت اميتر دايت، دايت مشع للضوء. دي بقى قصه جميله جدا تاخد بالك منها. ويا ترى لما انا امسك الباور سبلاي بره كده بره الكيس واحط فيه كابل الباور من غير ما احطه في مذر بورد ولا اي حاجه، في حاجه معينه بتحصل في الحقيقه؟ ايوه، ايه هي؟ مجرد ان انا احط كابل الباور في يعني في الباور سبلاي، فبيخرج من الباور سبلاي 5 فولت. اتفقنا؟ طيب اشغل ازاي كابل او اشغل ازاي الباور سبلاي؟ اوكي، يعني من غير ما احطه في المذر بورد، وريتها لك اعتقد قبل كده، فهوت اللي انا بروح المس، الصوره موجوده هنا، بروح المس الايه الطرف الاخضر في الجاك دوت مع اي طرف اسود، يعني بمعنى صح اللي انا ما عنديش غير طرف اخضر بس، لكن عندي اكتر طرف من طرف اسود، ففي الحاله ديت الباور سبلاي هيشتغل من غير ما اعمل القصه ديت، مجرد ان انا حطيت الباور بس، الباور بس في الباور سبلاي، تمام، ومش حاطط الباور سبلاي في ماذر بورد ولا مركب السلكه ديت ولا اي حاجه، فالباور سبلاي كده بيطلع 5 فولت. اتفقنا؟ جميل الكلام. دلوقتي مجرد ان انا احط بقى هنا الجاك بتاع الباور في الماذر بورد واحط كابل الباور، اللمبه دي بتنور. ليه؟ عشان خرج 5 فولت، تمام، نوروا اللمبه. جميل. بعد كده عندي عدة احتمالات، هشغل الباور، اوكي،
اللي انا المس البنتين اللي هنا الباور يشتغل يبقى زي الفل خلاص. ماليش دعوه بقى طلعت داتا ولا ما طلعتش داتا، يبقى انا كده ما عنديش مشكله في دايره الاس تي ار ولا دايره الباور. اتفقنا على هذا الكلام؟ الاحتمال الثاني اللي انا احط الكونكتور بتاع الباور سبلاي هنا اوكي، وابص على اللمبه الاقيها نورت، اجي اشغل الباور، الباور ما يشتغلش، يعني المروحه ما تلفش. تبقى اكيد المشكله هنا مشكله ايه؟ مشكله دايره باور او مشكله باور. اقعد ادور بقى في كل القصص اللي حكينا فيها واللي لسه هنحكي فيها، ان كانت بقى بطاريه، ان كانت كريستاله، ان كان في حاجه مفرقعه، ان كان في حاجه بايظه، كان في حاجه بتسخن، ان كان في حاجه ملمسه، الف البورده من الناحيه الثانيه من ورا يعني تمام، اشوف في لاينات مقطوعه ولا لا، قصص كتير كده. اتفقنا على هذا الكلام؟ طيب الاحتمال الثالث ان انا احط الكونكتور بتاع الباور هنا جميل، وابص على اللمبه الاقي اللمبه ما نورتش اوكي، اشغل الباور من هنا البورده تشتغل واللمبه تنور. حلو الكلام؟ طيب المشكله هنا، المشكله هنا ان ممكن تكون البطاريه بتاعتك هي اللي فاضيه فعامله مشاكل مع ال يعني الفولت اللي بيخش، الخمسة فولت اللي بيخش للمذر بورد، فدايما تاخد بالك من النقطه ديت. طيب جميل، جميل جدا الكلام. طيب اخر احتمال ايه هو؟ اللي انا احط الجاك بتاع الباور سبلاي هنا، ابص على اللمبه الاقيها ما نورتش، اشغل الباور الاقيه مذر بورد ما اشتغلتش باور. ده اهم احتمال عندي بقى، ده الشغل كله. طب في الحاله دي هنعمل ايه؟ في الحاله ديت انا عايز اتاكد اشوف المذر بورد فيها باور ولا العيب في الاس تي ار، يعني الطبيعي ان الاس تي ار تشتغل اللي هي اللمبه تنور تمام، وبعد كده دايره الباور اروح اشغلها. طيب جميل، عشان اتاكد من الموضوع ده هعمل ايه؟ لما بحط الكونكتور بتاع الباور سبلاي هنا هجيب جيفت، وبالجيفت دوت المس بيه او سلكه والمس بيه الطرف الاسود مع الطرف الاخضر، يبقى انا كده قومت الباور بالعافيه، قومت الباور بالعافيه. هنا عندي احتمالين، كده كده الباور هيقوم. اتفقنا؟ الاحتمال الاول ان الباور يقوم واللمبه لسه ما نورتش تمام، الاحتمال الثاني ان الباور يقوم واللمبه تنور. حلو الكلام كده؟ تعالى بقى ندرس الاحتمالين دول لانهم غايه في الاهميه. لو درسنا الاحتمال الاول اللي انا احط هنا، خد بالك انا بقسم لك الدنيا فاهمني؟ يعني الاحتمال الاخير من الاربع احتمالات اللي قلناهم الاول تمام؟ ده كمان بيتقسم لاحتمالين. اللي انا حطيت صاحبنا هنا تمام؟ وبصيت لقيت ان يعني ولا اللمبه نورت، وجيت شغلت الباور، الباور كمان ما شغلش. هعمل ايه؟ هبقوم الباور بالعافيه. فادي قدامي احتمالين، بعيدهم مره ثانيه معلش. قدامي احتمالين، ايه هما الاحتمالين؟ الاحتمال الاول لما قومت الباور بالعافيه ان اللمبه تنور و يعني الباور طبعا كده كده اهي. الاحتمال الثاني اللي اللمبه مالها ما تنورش وكده كده الباور قايم. طب في الاحتمال الاول ان اللمبه نورت، يبقى دايره الاس تي ار ما يبقاش فيها مشكله، خلاص. يبقى انت مشكلتك في مين؟ مشكلتك في دايره الباور، او بمعنى اصح مشكلتك ان البورده ما بتقومش لما تيجي تلمس تمام البنتين دول مع بعض فاهمني. طب في الحاله ديت روح شوف البطاريه. طب في الحاله ديت روح لمس بالجفت الكريستاله، رجلين الكريستاله فاهمني. طب في الحاله ديت لا شوف اي حاجه ملسوعه، فاهم قصدي؟ طب في الحاله دي اللي هي عيوب الباور اللي احنا اتكلمنا فيها. وكمان في حاجه كنت بعملها جميله جدا، ايه هي؟ كنت وانا حاطط اللمب الجاك بتاع بتاع دوت بتاع الباور سبلاي، اجيب جيفت وبظهر الجيفت، انتوا عارفين الجيفت؟ الجيفت اهو هوريك صورته اللي هي الجيفتات دي، بظهر الجيفت ده تمام؟ اروح اعمل ايه؟ ماشي بسرعه، بص كده نرجع للصوره بس الاول، ماشي بسرعه والباور موجود فاهمني؟ بسرعه كده وبالراحه عشان ما اكسرش حاجه، ما اخدش حاجه ايدي، اشرط بسرعه في المنطقه دي اللي حوالين البطاريه او هنا
او المس رجول البتاع دوت، شاف الترانزستورات الصغيره ديت بسرعه يعني كده، فاهمني؟ شوف الشده دي كده بسرعه، ممكن وانا بعمل كده الاقي الباور قام. وفي الحاله ديت لما هتيجي تطفي الباور وتيجي تقومه بالطريقه العاديه اللي انت تلمس البنتين، هتلاقي الباور سبلاي رجع لايه؟ لطبيعته عادي. وده ليه؟ لان في بعض المكثفات الصغيره السيراميكيه اللي هنا، فاهمني؟ او حتى المكثفات الكبيره ديت بتكون لسه مخزنه كهرباء، يعني شحنت وما فرغتش. حلو الكلام؟ جميل الكلام. ده كده كان اول احتمال. طب الاحتمال الثاني بقى، وده الاهم بالنسبه لنا، اللي انا احط الباور سبلاي مظبوط، اللمبه ما نورتش، هشغل الباور بالعافيه. اتفقنا؟ لما شغلت الباور بالعافيه لقيت اللمبه برضو ما نورتش، مظبوط الكلام. طب في الحاله دي بقى، في الحاله دي بص كده بالنسبه للبورده ديت، شايف جنب المكثف ده؟ هتلاقي في حاجه صغيره قوي اهي جنب المكثف ده اهو، شايف صاحبنا ده كده اهو؟ خلينا اكبرها لك اكتر اهو، شايف البتاع ده؟ ده ريجليتور. ريجليتور يعني حاجه زي الاي سي كده، فاهمني؟ بس هو زي الاي سي ده بالظبط، بس بص الاي سي ده اربع رجول هنا واربع رجول هنا. الريجليتور دوت ورمزه على البورده يو، بيبقى ثلاث رجول ورجلين. طب في صوره اوضح شويه للريجليتور ده؟ اه طبعا لازم يكون في صوره اوضح، امال ازاي بقى تقدر تشتغل؟ اه بص كده، انا مصوره لك اهو، اهو مصوره لك على البورده اهو، بص شكله عامل ازاي. ثلاث رجول هنا او رمزه على البورده يو، ثلاث رجول هنا ورجلين بس هنا. طب في صوره اوضح شويه؟ اه لا في صوره اوضح، ما تقلقش عامل حسابي اهي. بص بعد ما خلعته اهو، ثلاث رجول ورجلين، هو ده. طيب في البورده ديت مثلا بيكون موجود هنا اهو، زي ما شفنا البورده ديت بيكون، كنت الاول عشان اغيره اشيل المكثف ده، عشان اغيره باحتراف بقى اغيره ايه يعني، ولا اي حد يعني. وبعدين شاف مكانه فين، وعرفنا العده ازاي يعني، سبحان ربنا سبحانه وتعالى يعني، اللي هي كان سبب في تعليمنا يعني. تمام، صاحبنا دوت بيبقى ولا باين عليه اللي هو محروق، ولا باين عليه اللي هو ضارب، ولا اي حاجه، لكن دايما العيب بيكون منه. طب في بورة تانية الاقيه فين؟ في بورة تانية ممكن تلاقيه جنب البايوس، يعني مثلا لو شفت لك بورده تانية، سوري اهيت زي الجيجا بايت برضو ديت، اهو تعالى اكبرها لك شويه كده. بص شايف كده؟ اهو هوريه لك حالا، خليني بس اشوفه اهو. شايف الترانزستور الكبير ده؟ جنبه صاحبنا اهو، اهو شايفه؟ الصغير ده، ثلاث رجول ورجلين، هو ده برضو اللي بيخلي اللمبه ما تنورش، فاهم قصدي؟ في الحاله ديت. طب خد بالك بقى، طب ما انت تقول لي في ناس يعني لما بتغلب قوي في موضوع الباور ده اللي هو ما يقومش بالطريقه العاديه، اللي انت مثلا لما بتيجي هنا تلمس اللي هو الاثنين، طبعا الاثنين بين المكتوب عليهم باور سويتش، الباور ما يقومش بالطريقه العاديه، فبتروح تعمل ايه؟ تروح هنا في البورده من ورا، في الجاك ده من ورا، تمام؟ تشوف فين مكان البنه السوداء ومكان البنه الخضراء، وتعمل ايه؟ تلحمهم مع بعض، توصل ما بينهم. فمجرد ان انت تيجي تحط الباور سبلاي، الكابل الباور في الباور سبلاي، البورده تقوم باور على طول. طب انت عايز تطفي الجهاز تعمل ايه؟ تعمل شوت داون، لكن لسه الباور شغال. يعني انت كده قفلت الويندوز لكن ما قفلتش الباور، فتعمل ايه؟ تضطر تشيل الكابل. فاهمني؟ لا، في بقى الحلول بتاعتنا، شوف الكريستاله، روح شوف البطاريه، روح شوف الحاجات ايه اللي قطع الباور بالظبط. فهمتني؟ عمر ما البورده، يعني شوف انا جيت قومت، هو اعتقد دلوقتي ان مثلا العيب عيب باور. اني امتى؟ لما حط الباور هنا، تمام؟ واللمبه ما نورتش، واقوم الباور في حاله، طبعا ما اقوم باور بالعافيه، اللمبه ما نورتش، فاعتقد ان ايه؟ العيب عيب باور. عارف ايه اللي يحصل لو اللمبه دي ما نورتش؟ فاهمني؟ حتى لو انت مقوم الباور بالعافيه، البروسيسور ده مش هيسخن. بالتالي البورده مش هتديك ديت، مش هتديك ديت. فانت مضطر، سوري يعني، غصب عنك ان انت تحل مشكله الاس تي ار. مشكله اللي هو الريجليتور الصغير اللي هو ثلاث رجول ورجلين. ده ليه؟ لان معنى ان
اللمبه دي تنور، فاهمني؟ معنى ذلك ان البروسيسور دوت مش ده مش سبب ان البروسيسور بيبرد او بيسخن او ما يسخنش، لسه في اسباب ثانيه لسخونيه البروسيسور. لكن عاوز اقول لك ان البورده ما وصلهاش، كل طرف في البورده ما وصلهاش الباور بتاعها بالظبط. ففي الحاله دي معنى اللمبه دي ما تنورش، حتى لو انت قومت الباور بالعافيه لازم تحل المشكله بتاعه الريجليتور الصغير قوي دوت. يا رب تكون المعلومه وصلت. تمام، الدايره دي اسمها ايه؟ اسمها اس تي ار. اتفقنا على هذا الكلام؟ طيب جميل الكلام. طب دايره الباور مره ثانيه ما بتفتحش، واخد بالك، بالطريقه العاديه اللي انا وبضطر ليا. والبورده كمان عاوز اقول لك لما بتيجي تشغلها مثلا بالاسود والاخضر فتحت معاك ديتا والدنيا شغاله زي الفل، لا ما تنامش على كده، حاول تعرف ليه البورده ما بتفتحش بالطريقه العاديه. واخر حاجه تلجا لها موضوع اللي انت تعمل كوبري من ورا بالسلك بين الاسود والاخضر، دي اخر حاجه تمام، لان الراجل كده مضطر اللي هو كل شويه لما يجي عاوز يشيل الباور يضطر يشيل كابل الباور من الايه؟ عاوز يطفي الجهاز يعني، يضطر يشيل كابل الباور من الباور سبلاي. اتفقنا؟ طيب كده حلينا او عرفنا دايره الاس تي ار اللي هي دايره الليت او اللمبه اللي هي بتنور فين؟ في المذر بورد. طيب اي حد عنده يعني بتاع دوت استعلام او سؤال في الموضوع دوت يقول لي يعني، فاهمني؟ يوصل لي هو عايز يوصل لايه بالظبط او ما فهمش ايه يعني. طيب هنيجي بقى لدايره مهمه جدا اللي هي دايره الساوند اللي قدام حضرتك دي. دايره الساوند بتتكون من ايه بقى؟ من اي سي بتاع ساوند اهو، ده اي سي ساوند اللي بيكون موجود على كارت الساوند. لو انت جبت كارت الساوند يعني بيتركب هنا كارت، البورده مش بيلت ايه بيلت ان، لا ده انت ممكن تجيب كارت هنا فبتلاقي عليه نفس الاي سي، فاهمني؟ طيب جميل الكلام. وايه كمان؟ وده، طب ايه ده؟ والله ده ممكن يكون ترانزستور وممكن يكون اي سي. طب شكله ايه؟ في صور اوضح شويه؟ اه خليني اشوف لك صور اوضح شويه. زي الصوره دي كده، بس ده ايه؟ بورده قديمه شويه. ادي الاي سي بتاع الساوند اهو، حتى اسمه اي ال سي. لازم تعرف، لو عاوز تعرف اسم كارت الساوند اللي عندك البيلت ان على المذر بورد تروح تشوف الايه الرقم اللي موجود والاسم اللي موجود على الاي سي دوت. اتفقنا؟ وبعدين بص اهو ترانزستور بس بثلاث رجول، يعني هتلاقي واحد اثنين ثلاثه، وليه الشكل اللي حضرتك شايفه ده، الشكل اللي هو اللي واقف ده، ورمزه على البورده كيو، ده ترانزستور. تمام؟ طيب يبقى اي سي ده وترانزستور. في الحاله دي لازم الاقي اي سي صغير، بس هو مش جاي في البورده هنا، اي سي صغير اربع رجول واربع رجول زي الاي سي ده كده. تعالى اوريه لك زي الاي سي اللي احنا كنا بنتكلم فيه دلوقتي اللي هو زي الاي سي ده، زي ده، بص معايا كده لما نكبر الموضوع شويه، هو زي الاي سي ده. اتفقنا؟ طيب يبقى انا المفروض في اي دايره ساوند هلاقي فيها اي سي الساوند ده والترانزستور ده كيو، رمزه على البورده كيو. اتفقنا؟ وبيبقى دايما ترانزستور اعتقد هو بيبقى موسفت، طبعا انت عارف الموسفت وعارف البايبولر. تمام؟ واي سي اربع رجول واربع رجول هو اللي بيقطع للترانزستور ده. يعني ايه بيقطع؟ بيديله الذبذبه بتاعته. ما احنا عرفنا ان الترانزستور بيشتغل كسويتش، يعني ايه؟ يفتح ويقفل على الفولت عشان يحوله، صح الكلام؟ مظبوط الكلام، عشان يدي الذبذبه لمين؟ يعني الاي سي هو اللي يدي الامر، حتى في رمز اهوت يو، الاي سي الصغير اللي هو اربع رجول واربع رجول، هوريك صوره اوضح ما تقلقش، يدي الامر للترانزستور دوت عشان طبعا موضوع بقى طبعا الصوت عندك لما يعلى ويوطى والايكولايزر والحاجات دي كلها، فاهمني؟ زائد هنا مكان، فاكر الكريستالة اللي هي كان رمزها على البورد اكس او واي، الكريستالة دي بتشغل ايه؟ فلتر للصوت. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت عندك سماعات بتشغلها عندك على الجهاز، طول ما انت شغال سامع صوت زنه في السماعات، خدت السماعات رحت جربتها في جهاز اخوك لقيت السماعات شغاله زي الفل، يبقى العيب فين؟ في الكريستاله اللي هنا. طب تعالى نشوف بقى شكل الكريستاله كده، نشوف مواضيع اوضح شويه. طيب
طيب خلينا اشوف لك كده. بص معايا كده شكل الكريستاله اهو، ما احنا اتكلمنا عنها قبل كده. الكريستاله اللي هي ايه؟ اللي رمزها على البورده اكس وواي. الكريستاله دي بتشتغل ايه بقى في دايره الصوت؟ في دايره الساوند بتشتغل فلتر للصوت. اتفقنا؟ يعني لو لقيت زنه في السبيكر موجوده في جهازك في البورده بتاعتك لكن مش موجوده في بورده ثانيه يبقى العيب في الكريستال. طيب مره ثانيه، دايره الصوت في معظم البورد بتتكون من ايه؟ كريستاله واي سي صوت، اي سي صوت كبير. تمام؟ انا بقول في معظم البورد، هرجع للبورده بتاعتي. ماشي؟ اي. وترانزستور برضو نرجع لصوره اوضح من دي شويه، كان في صوره اوضح من دي شويه. اي. اي سي كبير وكريستاله واي سي باربع رجول واربع رجول. تمام؟ ومين؟ وترانزستور زي دوت. حلو الكلام؟ في مشكله؟ طيب دي اول نوع من انواع الدوائر ديت بتاعت الصوت. طيب في نوع تاني من دايره الصوت؟ اه. اللي انا طبعا الاقي اي سي الصوت مفيش مشاكل. وصاحبنا دوت بدل ما يبقى رمزه على البورده كيو يبقى رمزه على البورده يو. في الحاله ديت مش هلاقي اي سي باربع رجول واربع رجول جنبه. يعني اربع رجول على جنب اليمين واربع رجول على الجنب اليسار. لا، هيبقى دوت هيشتغل شغل الاي سي والترانزستور في نفس الوقت. وبرده مين؟ الكريستاله. طب افرض ان انا ما لقيتش الكريستاله دي، تبقى البورده ديت اي كلام، بورده مضروبه. لذلك الجيجا بايت زي ما قلت قبل كده كانت بتنزل تقول لك يعني بص البورده ديت بتاعت الجيجا بايت دي بورده مش اصليه. بورده ليه مش اصليه؟ اهي بص دايره الصوت اهي. ليه بورده مش اصليه؟ لان الكريستاله هنا مش موجوده. انا قلت الكلام ده قبل كده، هم كانوا منزلين منشور بالكلام ده. فاهمني؟ طيب جميل الكلام. اتفقنا على هذا الكلام؟ هنا بقى بص في الدايره اللي قدامك دي بالتحديد، اي سي للصوت والكريستاله المفروض تكون موجوده هنا وترانزستور، بس هو مش ترانزستور، هو رمزه على البورده انت مش هتشوفه كده، بس هو رمزه على البورده يو. اذا ما فيش جنبه اي سي باربع رجول واربع رجول زي دوت مثلا، زي دوت كده يكون جنبه على طول مش بعيد عنه، جنبه على طول. فاهمني؟ يعني بص ده كده او ده مكان واحد لكارت ايه؟ كارت نتورك، لان البورده دي ما فيهاش كارت نتورك. طيب اتفقنا على هذا الكلام؟ يبقى ترانزستور واي سي باربع رجول واربع رجول وكريستاله. يبقى في الحاله دي ده ترانزستور، ترانزستور مستحيل يبقى اي سي لان جنبه اي سي بيقطع له باربع رجول واربع رجول. اتفقنا على هذا الكلام؟ بورد ثانيه مش هلاقي فيها تمام زي دي بالظبط كده، مفيش جنبه اي سي باربع رجول واربع رجول، ده مش هيبقى ترانزستور، هتلاقيه مكتوب رمزه على البورده يو. هيبقى يو يعني ايه يو؟ يعني اي سي. اتفقنا؟ طيب جميل. في بقى عيوب كتير طبعا لدايرة الصوت. ايه بقى؟ اللي انت مثلا سي تلاقي الصوت متعرف عندك زي الفل، لكن البوردة ما بتطلعش صوت، يعني في الديفايس مانجر عندك تبص تلاقي صوت موجود والكلام ده كله كمتعرف يعني، لكن البوردة ما بتطلعش صوت. في الحالة ديت روح جس لو دوت لقيت من عيوب الاي سي. قبل ما اقول الموضوع ده، من عيوب الاي سي او عشان اعرف ان الاي سي دوت بايظ، حاجه من الاثنين ممكن تحصل. ايه هي؟ يا اما ما يقومش بوظيفته. يعني ايه اي سي يقوم بوظيفته؟ مثال مثلا حديك في السدرومات اي سي بيلف الموتور بتاع السي دي. فاهمني؟ عارف انت السي دي لما تيجي تحطها في السدروم، فالسدروم طبعا بتلف السي دي جوه عدد لفات كتير كده بتسمعها. تمام؟ في اي سي هو اللي بيخلي الموتور ده يلف. اتفقنا على هذا الكلام؟ فاذا الاي سي بيعمل ايه؟ الاي سي بيدي الامر للموتور اللي هو يلف. طيب دلوقتي الموتور ما لفش، يبقى الاي سي ماله؟ بايظ. طب ليه؟ لان الاي سي ما قامش بوظيفته. ده اول احتمال ان الاي سي يكون بايظ. طب تاني احتمال ان الاي سي يكون بايظ ان الاي سي بيسخن بيلسع. تاكد ان الاي سي ده بايظ. اتفقنا؟ يبقى في الحاله ديت لو انا لقيت صاحبنا دوت اللي هو شكل الترانزستور بثلاث رجول تمام وواقف كده، هوريه لك حالا، هوريه لك لوحده. تمام؟ لقيته ومفيش جنبه تمام اي سي باربع رجول واربع رجول، يعني ده بمعنى صح هو الاي سي، لقيته بيسخن، يبقى العيب من هنا، لازم اروح اغيره. ما اروحش اغيره بقى بترانزستور،
لا ده انا اروح اشوف بورده يبقى صاحبنا ده زي موجود فيها، فهمني، نفس الرقم اروح اجيب زيه. انت فاهم عايز الكلام؟ عايز اجيب لك صوره تشوف صاحبنا ده وهو واقف كده اهو بالظبط كده. الترانزستور بتاع دايره الصوت بيبقى بالشكل دوت اهو، ده بتبقى ديت كده نص دايره او نص قطر، نص دايره ايوه يعني، والجنب دوت زي ما انت شايفه كده مستطيل، اما الجنب اللي ورا فبيبقى زي نص دايره. حتى بيبقى رسمه لك على البورده يعني يتحط ازاي، يبقى عامل لك النص دايره كده مثلا، فانت لازم تحط النص دايره بتاعته هنا، فاهمني؟ ده بقى احنا ما بنعرفش هو ترانزستور ولا اي سي الا بالرمز اللي موجود على البورده. لو رمزه على البورده يو يبقى ده اي سي، لو رمزه على البورده كيو يبقى هو ايه؟ ترانزستور. لو هو في دايره الصوت ترانزستور يبقى لازم الاقي جنبه اي سي اربع رجول واربع رجول. لو هو في دايره الصوت مكتوب عليه يو او مكتوب على البورده يو يبقى هو ده الاي سي اللي بيقطع للاي سي الكبير بتاع الصوت. اتفقنا على هذا الكلام؟ طيب في الحاله ديت لو ده بيسخن وهو اي سي يبقى بايظ. لكن طبعا الترانزستور احنا عارفين بيكون بايظ امتى، طبعا احنا عارفين عيوب الترانزستور بيكون بايظ امتى. في بعض الاحيان من عيوب الصوت برضو الاساسيه ان انت السب ووفر يكون عندك بورده طبعا بلت ان صوت وكده، فبتعلي السب ووفر قوي بتاعك ولا بتاع، فيحصل ايه؟ تلاقي ان الاي سي بتاع الصوت نفسه فرقع. الاي سي بتاع الصوت نفسه اللي هو الاي سي اللي محطوط هنا اهوت، فتضطر طبعا انت تروح تجيب ايه؟ اي سي زيه وتركبه. سهل جدا تركيبه، يعني كل حاجه بتيجي بالايه؟ بتيجي بالممارسه، ان الاي سي ده نفسه يفرقع، فاهمني؟ كل حاجه بتيجي بالممارسه. اتفقنا على هذا الكلام؟ يعني المفروض ان الاي سي ده يكون جنبه دايره متكامله زي ما قلنا. اوكي؟ طيب يا رب اكون وفقت في الشرح النهارده بالنسبه للدائره اللي اسمها اس تي ار ودائره الساوند، ونشوفكم على خير ان شاء الرحمن، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.